أحد المتسابقين حاب يرسل له رسالة أو يعلمنا بمعلومة سرية عن علي آل لبدان. خلنا نشوف المتسابق معنا. ألو علي اللبدان، تفضل. مهر روشن، صوت واضح، تفضل. علي اللبدان، وصلنا معلومة بأنك تبرعت بكليتك، لماذا وهل الشخص الذي تبرعت له يستاهل هذا التبرع العظيم؟ ومن هذا الشخص؟ كيف تطلعي؟ ها؟ كيف تطلعي؟ هل هالمعلومة صحيحة؟ كيف تطلع طيب؟ أنت عايش بكلية واحدة؟ طيب كيف تطلع الكلام هذا؟ أنا ما صرحت عنه. أنا أسألك سؤال. طيب أنا ما صرحت عنه. طيب أنا أسألك، هل أنت عايش طيب بكلية واحدة؟ هل هذا من روشن؟ هذا أحد متسابقين روشن، نعم. من روشن؟ نعم. طيب كيف تطلع الكلام هذا؟ أنا رافض الفكرة دي أصلاً بتاتي. من تطلع كيف تطلع؟ انت رضيت انت وسعود انكم تحضرون هذا؟ اي بس ما بس وقلت ما علمت القادر والمعلومات، قلت خذ راحتك يا عمر. اي بس رجاء يا شباب لا تخربون الفقره. اي بيم خالد بالمقطع. هل المعلومه هذه صحيحه يا علي اللبدان؟ اولا انا رافض الفكره هذه، هذا واحد. اثنين، هذا اللي طلع صوته مو هو برجل، لو انه رجل كان طلع بوجهه. نعم نعم، هذا واحد. اثنين، المفروض ان هي تطلع مثل الرجال، مو بتدسس بصوت ولا غير صوت. وانا رافض الفكره دي يا عمر هداد، انها تطلع على السوشيال ميديا ابدا، سواء تبرعت ما تبرعت هذا شيء خصني انا. اصلا ما عادي. هل انت عايش بكليه واحده يا علي اللبدان؟ نعم. إيه؟ وين راحت كليتك الثانيه؟ كيف راحت؟ حذفها. وين تبرعت بها؟ لمين؟ الرجال وراح. ندمت؟ اقدر اقول ايه. ندمت انك اعطيت شخص جزء من اجزاء جسمك؟ نعم. استعجلت؟ جدا. متابعينا الكرام، في الجانب الاخر من الروشن 9 كثير من المحاور موجوده ولا زال للقصه بقيه، ولكن اليوم كان فيه حدث اتصال الأستاذ الإعلامي تركي الدوسري، فتأخر وقت الفقرة والآن فيه فقرات بعدنا. كان كثير من المحاور مع سعود الجوزة وعلي اللبدان، ولكن لضيق الوقت